يقول: هل ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يكفر تارك الصلاة عينيا؟ هذا كافر بالأدلة، بالأدلة الصحيحة، هذا كافر بالأدلة الصحيحة. يكفر طالب العلم أو العالم بالأدلة الصحيحة حتى يتوب إلى الله عز وجل، إلا إن كان مخبول العقل أو كان ترك الصلاة ناسيا أو ترك الصلاة نائما، هذا معذور. نعم.